انا كنجاوب على وكنت فعلا مع بعض النقاش المنحرف اللي كاين في بعض الاوساط، لان الناس اللي كيجيو كيقولوا حقا المجلس ما عنده حتى علاقه بهذه المشاريع، هادو ماشي ديال المجلس، ما عنده بهم علاقه، ما هذا ما هذا، هادو ديال ما يمكنش، غير ممكن نقول هذا الكلام. هادو اللي كيدخلوا لما تحدثت عن ادخال الملك في الصراعات السياسية، راه هذا هو اللي دخل ديالو، لان هاد المشاريع اليوم اللي كتشتغل في اكادير عادي ان البلديه عندها نصيبها من هاد المشاريع وتتشتغل فيها، وفيها المساهمه ديال البلديه ديال 1.8 مليار درهم. كيفاش ما فهمتش هادشي؟ صحيح ان الجهه عندها علاقه، صحيح ان باقي القطاعات الوزاريه اللي شريكه فيها عندها علاقه، وجلالة الملك وتقعد قدام هذيك الاتفاقيات بتمويل ديال هذه الفئات كلها. كيفاش كتجي كتقول لي انت البلديه ما تهضرش هذه المشاريع ما عندكش بها علاقه؟ واش هذا المشهد الكلام؟ هذه مشاريع ملكيه صحيح، وجلالة الملك وقعها لان صحيح كاين مجلس كيشتغل. انا لا انقص بالمناسبه من قيمه المجالس السابقه، لا، انا كنقول ان هذا المجلس اللي كاين اليوم كيشتغل، كيحاول يخطئ ويصيب، صحيح هذه طبيعه ديال العمل البشري كيف ما كان، ولكن ما غاديش تجي تقول لي يعني تبعد المجلس كله من المجهد. كنقول هذه استفاد، هذا الاسفاف، ما يمكنش. انا الفاعلين السياسيين هذاك الكلام خصو يقولوه كاملين خصو يقولوا هذاك الكلام. هذه مشاريع ملكيه عندها علاقه بهذا، جميع الناس المتدخلين فيها عندها بها علاقه، وجلاله الملك توقع الاتفاقيه قدام الله يجزي بخير. هذا هو الوضع الطبيعي اللي خصنا نقولو. العكس اللي خصنا ننتقدو، العكس ديال الناس اللي كيحاولوا يبعدوا المؤسسات المنتخبه والمنتخبين من المشاريع اللي كدار في البلاد، يعني رغم ان هاد المنتخبين عندهم علاقه بهاد المشاريع، هما اللي كيدبروا، هما اللي كيشرفوا، هما اللي مشتغلين، هما ما يمكنش. هذا اضعاف المنتخب وافقاد الثقه وافقاد الثلث. لا مجموع الميزانيه ديال البرامج هي 6 مليار ديال الدرهم تقريبا، البلديه عندها بوحدها فيها الثلث، تتقول لي انت ما اسمح. لا، دابا نقولوا الكلام المعقول اللي خصو يتقال، ان المجالس المنتخبه تدير الدور ديالها، خصنا ندعموها ونقويوها، المجالس ديال الجهات، المجالس ديال الجماعات، طبعا هذا بشراكه مع السلطات الاقليميه والسلطات الولائيه وباقي القطاعات الوزاريه المعنيه، هذا كله كنتعاونوا كاملين، كاينين هنا نتعاونوا. ما يمكنش فاش كتجي شي حاجه نقولوا حكا حنا غنتعاونوا، انت ما خصكش تهضر. دابا هذا كان، اسمح لي، بالعكس هذا كان تفاعل فعلا، وخصو يدار هذاك التفاعل مع الناس، لان خص الطبقه السياسيه ان تنتبه، لان الممارسات اللي كنديروا اليوم، لان كنستافدوا منها دابا، راه غدرنا كنخليو بها البنيه اللي غدا غنكونوا حنا الضحيه ديالها. وبالتالي انا كنظن انه من الطبيعي ومن المنطقي ان هذيك مشاريع جات لمدينه اكادير، صحيح باتفاقيات وقعت امام جلاله الملك، ولكن بتواجد قوي للبلديه في الموضوع، بتواجد اقل قوه للمجلس ديال الجهه، بتواجد اقل قوه لجميع القطاعات الوزاريه الاخرى، كل واحد بداك الشيء اللي غيدعم واللي غيساهم به، بالاضافه طبعا للمؤسسات العموميه اللي غتكون حاضره واللي هذا هو كنتعاونوا جميعا. ولكن حنا المجلس كاين قوي وكيدير الدور ديالو، هذا اللي خصو يتقال. انا ما كنقولوش حنا ما كنبخسوش باقي الناس اللي مشاركين، لا، جميع مشارك ودار الدور ديالو وسهل، ولكن المجلس عنده دور كبير. كيفاش دابا هذا؟ لا عم صحيح. السي بوكبات يقول 33 مليار غير سوداو. نعم؟ 33 مليار. 33 مليار؟ غير سوداو. وبالتالي لا، هذا الكلام اللي خصو يتقال.